الاثنين سواء من الخطيب او من المخطوب عليهم فهذا كله ايضا كأصل الدعاء، ليس له اصل مطلقا. هناك شيء واحد فقط يمكن ان نقول تشرع رفع الايدي والدعاء من الخطيب والتأمين ممن هم يسمعون خطبته لأمر عارض، إما عرض للأمة كلها فهم على علم بحاجة المسلمين إلى مثل هذا الدعاء، أو عرض للخطيب فالمفروض فيه أن يكون أعلم من سائر الناس لأنه إمامهم لأنه قدوتهم كما قلت آنفا. حينئذ ينبغي لهذا الإمام أن يكون دعاؤه يتناسب مع النازلة التي نزلت للمسلمين والتي توجب عليه شرعا أن يدعو، وهذا أصله دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم للاستسقاء. قد ثبت في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان يخطب يوم الجمعة إذا برجل يدخل من باب من أبواب المسجد فقال يا رسول الله، ورسول الله يخطب، هلكت الأموال والعيال من قلة الأمطار فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حتى بان إبطاه، أي بالغ في الرفع، وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا، فما أتم دعاءه إلا وجاشت السماء بالأمطار كأفواه الكرم. قال أنس فظلت تمطر سبتا، أي أسبوعا كاملا، إلى أن جاء الجمعة الثانية ورسول الله يخطب، وإذا بذاك الرجل أو غيره يشك، أنس هو الذي يشك، ذاك الرجل أو غيره يقول يا رسول الله هلكت الأموال والعيال من كثرة الأمطار فادعوا الله لنا، فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآجام والآطام والضراب ومنابت الشجر. قال فانكشرت السماء فلا تمطر المدينة عليها كالجونة، يعني كالترس، وما حولها تغذى بالأمطار. فهذا أمر عارض يعرض للخطيب يدعو لا بأس، أما الاستمرار في الدعاء فلا شك فيه بذلك على التفصيل المذكور آنفا.